السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بأحلى المتتبعين من جديد وفي يوم جديد، وكذلك حية جديدة اللي دائما كنحرص على أن معمر الحيلة تكون معاودة أو مضوبلة. يعني في كل فيديو كونوا على يقين أنكم كتعرفوا على حية جداد ما شفتهمش في الفيديو اللي قبل. بعض المرات إذا كان طلب على شي حيلة أنني نعاودها من طرف المتتبعات. مرحبا بكم من جديد، عواشركم مباركة، تخلى عليكم إن شاء الله هاد العواشر بالصحة والسلامة، وإن شاء الله بكل ما تمنيتوا، وإن شاء الله تشوفوا الخير في وليداتكم يا قادر يا كريم. ما نطولش عليكم أكثر، وكنتمنى أنكم تفرحوني أكثر بلايكاتكم بالتعاليق ديالكم الجميلة وبالبارتاج هكا مع بعضيات ما بين عائلتكم. نمشيو إن شاء الله مباشرة لهاد الحية، وكنتمنى لكم فرجة أكيد ممتعة. هنا يا البنات بغيت نشارك معكم واحد الحاجه، غير للناس اللي مربين دجاج، لان بعض المرات كيجيوني تعاليق من عند بعض السيدات مربين دجاج هكا في السطاح ولا في شي بلاصه. بغيت غير ندير لهم هذه المعلومه في بالهم، لانني انا دايرها هنا. ملي كنكون مثلا طيبه هكا في الفطور البيض ولا في العشاء ولا هكا، هاد القشور ديال البيض ما كنلوحهمش، كنشدهم بحال هكذا وكنمعسهم هكا مزيان كلهم، كنبريسيهم بحال هكا. وردوا بالكم لانه راه كيجرح، يعني بركو غير بشي شويه، هانتوما تنسحقهم عليا شما قديت. وهكا كنخلطهم مع الخبيز ولا مع النخاله ولا مع اي ماكله كتعطيها الدجاج، وعطيها ليهم في وسط الماكله هكا كياكلوه. هذا الزوين للدجاج بالنسبه للكالسيوم، لان كاين شي دجاجه اللي كتبيض البيض كيكون دغيا كيتهرس، ديك الجلفه ماشي الجلفه، القشره الفوقانيه ديال البيضه كتكون رهيوفه، هذيك الدجاجه كتعرفي بان عندها نقص في الكالسيوم، او حتى الدجاجه اللي كترجع تاكل بيضها. كاين الدجاجه اللي كتبيض وكترجع تاكل هذاك بيضها، عرفي راه عندها نقص في الكالسيوم. المهم انا هذاك القشور بدل ما نرميهم هنا كنمعسهم الدجاج، وكنت قلت لكم كنديرهم حتى النباتات، ها هو استعمال اخر. المهم انا ما كنرمي حتى حاجه. ها هي غنمعسهم هكا ونخلطهم مع الخبز ولا النخاله ونعطيهم الدجاج تاكلو تياكلو هكا، راه مزيان ليهم. المهم هذه غير ما بين قوسين قلت دايرها نضيفها لمعلوماتكم، كما كنقولوا تعلموا الاشياء افضل من جهلها. هادشي اللي كاين، ونمشيو ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه. وهنا يا البنات يسمعكم الهد الثاني، معلومه ماشي معلومه، وصفه غادي نعطيها لكم للناس اللي عندهم صفيرار في الاسنان، لان الاسنان اللي كيكونوا صفر اولا خايبين كيهرسوا جمالية الضحكة. المهم هاد الوصفة اللي غادي نعطيها لكم حذاري ديروها كل نهار، غديروها مرة في الأسبوع. علاش؟ هو أن كتعرفوا الطبقة الخارجية، يعني الأولى اللي كتكون في الأسنان ديالنا، هي اللي سميتها طبقة المينا. هاد الوصفة هادي إلا كترتو يعني ديما 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 كتاكل لكم ديك الطبقة ديال المينا، خاصكم ديروها مرة في الأسبوع فقط. الوصفة شنو فيها؟ فيها شوية الملحة، فيها ثومة محكوكة، فيها معلقة صغيرة ديال العصير الحامض، وفيها شوية من معجون الأسنان كما كان المعجون بغض النظر على هذا كما بغى يكون. كتخلطي هذه المكونات بربعة. هنا أنا علاش ما بغيتش نخلطها؟ حيت غير غضيع، لأنني يلا مؤخرا حكيت بها وقلت لكم أنا ما خصها تحك مرة في الأسبوع، إذا ما نعاودهاش يعني ما بين فترة وفترة تكون قريبة. صافي هذه غتحكيها في الحكاكه، غتمعسيها مع الملحه، غتزيدي معلقه صغيره ديال الحامض، وغتزيدي شويه من المعجون، تمعكيهم مزيان وتحطي في الشيته وتفركي ليا السنينات مزيان مزيان. ودائما النصيحه ما تضغطوش على السنان ديالكم ملي تكونوا كتحكوهم، غير بشويه بشويه ندور على سنيناتي من الداخل من الخارج من الجوانب. المهم تبارك الله راه ما نخافش عليكم. بالنسبه اللي غايقول لي ريحه الثومه ما ريحه الثومه، غنعطيكم طريقه باش تزولوا، رغم ان هي ما غتبقاش فيكم ريحه الثومه يعني في الفم ديالكم. المهم اللي ما بغاش انه يبقى فيه الريحه، كتشدي كاس ولا نص كاس ديال الماء، كدي تطبخ وكترمي فيه عويدات ديال القرنفل، كتخليه يغلي 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 حتى كيتغير ليه اللون كيطلق فيه داك القرنفل، كتخليه يبرد وكتمضمضي به الفم ديالك، راه كتزول الريحه نهائيا. بالنسبه لهذا المحلول ديال القرنفل انا ما نكرهش ديروه يوميا، فين ما في الليل تحكي سنيناتك وتبغي تمشي تنعسي، اخر حاجه تمضمضي بها فمك وتخليه في فمك، يعني ماشي تمضمضي به ومن بعد تشربي الماء ولا تشلي فمك بالماء، لا خليه هو اخر حاجه مضمضي فمك به وسيري تنعسي. كتعرفوا القرنفل كيقتل البكتيريا، كيقتل كان شي التهاب، كيحيد الريحه بزاف، يعني كيعقم الفم زوين 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 بزاف، ومنها انه كيكمد حتى اللثه زوين، يعني بصفه عامه الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى. صافي وان شاء الله هكا دائما تحافظوا على في سنيناتكم راه غيوليو هكا مزيانين. هنا يا البنات بغيت نتقاسم معكم واحد المعلومه في اثناء تنقيه الخرشوف. الخرشوف البنات المعروف بانه كاين بزاف الاخوات والمبتدئات كيتشكاو بان المرق ديال الخرشوف
كيجي شويه جاري. غنعطيكم كما كنقولوا غنضربوا عصفورين بحجر، بواحد المعلقه من هذا المكون غادي تخلي لك الخرشوف ديالك وانت كتنقيه، يعني بعد ما صافي غسلتيه ويعني تشليله الاخرى. هذه هي الغسله الاخرى، كتاخدي هذه المعلقه ديال الدقيق هكا الفورس وكديريها هنايا، كنديروها هنا. منها انها كتخلي الخرشوف ميت اكسدش، يعني واخا ما تكونش عندك الحامض كديريه كيخلي الخرشوف كيجي بيض 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 بيض. وتاني من هنا، يعني من هنا من هكا صافي، ما تعاودش تغسليه ياك بحال هكا. هو يعني كتخليه غير شي شويه وكتجي كتهزيه هكا بهذا المرق ديالو وكترميه في الكوكوت صافي، باش هذيك النشا، لان كتعرفوا الدقيق فيه نسبه كبيره ديال النشا، هذاك النشا ديال الدقيق كوميم كيبقى لاصق هنايا في الخرشوف، نوعا ما كيجيب ديك المرق ملبي وخاتر وما كيجيكمش غير جاري. كنتمنى ان هذه الافكار انها تكون كتفيدكم، وجربوها راه مجربه وزوينه بالنسبه للنساء المبتدئات، ريثما انهم تبارك الله يوليو يعني محترفات في المرق ويبقاو بلا هذه الاضافه، يكونوا تعلموا كيعرفوه كيفاش اولا لي زاستيس باش المرق تجيهم خاتره وملبيه، لان مع الممارسه والاحتكاك في الميدان اكيد تبارك الله كلشي كيولي كيعرفوه. ايوا هادشي اللي كاين. وهنا يا البنات حبيت نسولكم في واحد الحاجه وخليوا لي رايكم في التعاليق، واش تبغوني نشارك معكم طريقه الاحتفاظ بالقوق وبالخرشوف لمده عام بلا ثلاجة بلا مجمد، يعني يبقى غير في البلاكار ويبقى كما هو، يعني صالح لمده عام حتى كيتقطع في الاسواق نهار اللي كتشهي كتجبديه هكا يا لاله تخضري ليا به طواجين ديالك ولا مريقه ديالك، بطريقه اللي ساهله بزاف بزاف. ولان خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، لان كيجيوني تساؤلات كثيره عافاك شاركي معنا الخرشوف المجمد، انا ما كنديرش الخرشوف والقوق في المجمد، علاش؟ لانني سبقني جربته والنهار اللي جبدتوه البنات يعني كرايي انا في رايي واللي لاحظته لقيته ما فيه ما يتكال. كتعرفوا ان الخرشوف كيكونوا فيه الخيوط، هذيك البلاصه اللي كتكون فيها بلاصه الخرشوف اللي رطيبه كتذوب في المجمد، كيبقاو فيه غير السلوكه كما كنقولوا، اذا خرج المذاق ديالو خايب. والقوق ولو جربت عدة طرق كيخرج بحال البنات اش نقول لكم، بحال مخنن بحال مهاري، المهم كيبقاش زوين نهائيا. لهذا حلفت الخرشوف مع عمري نديرو في المجمد لانه ما كيصدقش. واخا تقولوا لي جبديه مباشره هو جامد المرقه العافيه، لا راه كيبقاو فيه غير السلوكه. لهذا يعني افضل طريقه هو انه كيبقى مزيان خارج المجمد. الا بغيتوها مرحبا على راسي وعيني، اللي تقالت عليكم خففت عليا، ودائما كنقول لكم الله يقدرني انني نكون نحقق لكم كاع الطلبات، وهنا غادي نتهز فرصه كذلك وغنقول اي اخت طلبت مني شي طلب وما حققتوش ليها انا كنطلب المسامحه، تسمح لي بزاف بزاف بزاف، راه ماشي الله اللي عالم، ماشي ما بغيتش نديرو، وانما ربما للظروف لضيق الوقت اللي يعني بزاف، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، كنطلب منكم مسامحه الف مره. يلا سمحوا لي لا طولت عليكم، الفيديو ديالنا غادي سالي، اللي كنتمنى الف مره انكم ما تحرمونيش من لايكاتكم من التعاليق. شكرا حق لاي اخت البارح في التعليق دوبلات لي التعاليق عليش مقدات لكم، الف 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 شكر وتقدير وحب واحترام، الله يحفظكم والله يخليكم ليا، عواشركم مباركه ان شاء الله، تدخل عليكم هذه العواشر بالصحه والسعاده وبتحقيق كل امانيكم يا ربي يا ربي، وتشوفوا وليداتكم كيف ما تمنيتوا كيف ما بغى خاطركم. هنا الفيديو ديالنا غادي سالي، الى موعد اخر، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.